يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب علم جديد، فمن أين أبدأ؟ هل أكمل الدروس مع إخواني عند فضيلتكم من هذا اليوم، أو أن هناك شروطا أو علما يجب علي تحصيله قبل أن أبدأ؟ احضر الدروس عندنا وعند غيرنا من المشايخ، واقرأ بالكتب التي يشرحونها، وهذا طلب علم والحمد لله. نعم. وإن وجدت من تقرأ عليه المختصرات تحفظها ويشرحها لك فهذا أحسن. نعم.